الفنانة شيخة البدر، حياك الله بفقرة في الصميم. حبيبتي تسلمين، وأنا جدا سعيدة أني أنا طالعة معاكم في برنامج في الصميم. في البداية صراحة أنا احترت، يعني أقول حيا الله أهل البحرين، حيا الله أهل الأردن، حيا الله أهل الإمارات. من وين بالضبط؟ أنا دائما أطلع في كل لقاءاتي أقول شيخة البدر من أصول أردنية، ولدت ونشأت وتربت في البحرين، تزوجت وعشت في الإمارات. على الرغم من العلاقات ما شاء الله والمعارف اللي عندك في الوسط الفني، سواء كان بالبحرين، بالإمارات، بالكويت، وين شيخة البدر؟ ليش ما قالت أنا موجودة في الساحة الفنية وبقوة؟ شوفي، مثل ما يقولون، مو أقول أنا مو موجودة، أنا الحمد لله موجودة وقاعدة أشتغل، بس يمكن أكثر شغلي كان في الإمارات، أكثر الأعمال اللي أشتغلها في الإمارات، مع أنها أعمال كويتية وتنعرض في الإمارات، تتصور في الإمارات، بس حالياً اتجهت للكويت، يعني شبه استقريت حالياً في الكويت، لأن مثل ما نقول هي بوليود العرب، يعني الكويت هي اللي تطلع الفنان، يعني فعشان كذي استقريت حالياً في الكويت عشان أقدر أشتغل أكثر وأكثر. في الانستغرام شفنا لك صورة لمسلسل اسمه حضن الشوك، وكان في ميك اب مكبرينك بالسن، ايش كثر هذه الادوار تهمك شيخه؟ وما تخافين تاخذين ادوار بعمر اكبر من عمرك الحقيقي؟ انا هذا العمل وافقت لانه هو في مرحلتين، مرحله وانا صغيره في عمري هذا، وفي مرحله ثانيه هي مرحلتي يوم اتكبر. وبالعكس يعني انا جدا مستانسه اني انا بكون يعني ويا فنانه والنجمه الهام الفضاله، واني تكبرت لعمر كما هي تكبرت لعمر، ان احنا نوصل للخمسين عشان اني اقدر اسوي شيء جديد، وان شاء الله انه يكون عند حسن ظن المشاهد. يعني ايش كثر شكل الفنانه ممكن انه هو يرفع رصيدها في سوق الفن والمجال هذا، المسلسلات مو مسلسلات، عادة الفنانات تقول لك انا ما اخذ ادوار اكبر مني، ابي اعيش عمري في نفس الوقت، لان الشكل مهم حيل بالنسبه لكل من يشتغل في هالمجال وهذا الوسط. الكل قال لي شلون شيخه رضيتي في عمر اكبر من عمرك، ستايل غير كلش، ما تظهرين يعني بصور. قلت لهم انا كفنانه او انا كشيخة البدر، بالنسبه لي انا ابدا عمري ما طلعت كميك اب، كشعر، كستايل. عندي المهم اني انا شنو اادي، شنو اسوي، شنو اثبت حق المشاهد انه يقدر يشوفني بصوره حلوه، ان شيخه كممثله تقدر تمثل اكثر من شخصيه، اكثر من كاركتر. اجرك شيخة البدر مثل اجر الفنانه هيفاء حسين مثلا؟ صراحه انا ما اعرف كم اجرها عشان اقدر اقول اجري مثل اجرها او مثل اجر اي فنانه، كل فنان له اجره، الحمد لله انا راضيه باجري. كمقياس نجوميه، احنا نعرف ان الاجر شيء مهم بالنسبه حق الفنان، كمقياس نجوميه تشوفين نفسك انه ممكن تستلمين اجر اعلى منها؟ انا ما بوصل لاستاذ هيفاء حسين، لان استاذ هيفاء حسين لها تاريخها الفني، وانا توني من 2011 ابتديت، ما بي لي تاريخ استاذ هيفاء حسين، بالعكس، بس الحمد لله اجري كل مره قاعد يرتفع احسن عن اللي قبله، يعني الحمد لله. على الرغم من الازمه الفنيه اللي قاعده تصير الماديه في الوسط، يعني ما حاشتني الحمد لله. شو اللي ينقص شيخ البدر على ان هي تكون في مصاف النجوم، احنا نقولهم اللي هو الاي ليفل؟ استقراري في الكويت، هذا الشيء اللي ينقصني. يعني كأي منتج، كأي مخرج، شيخة أنت مستقرة في الكويت بتحصلين أعمال وايد، بتحصلين فرص وايد. أنت مستقرة في الإمارات، أي منتج، أي شخص يعني تكون عنده التكلفة صعبة، أني أنا بجيب فنانة من برا، شكو أنا عندي هنيش كثر فنانات، ليش أجيب من برا وتذكرة وسكن وهذا؟ فهو استقراري في الكويت. طيب استقرارك في الكويت، والكويت الحين ازدحمت بكم هائل من الفنانات، سواء كان الخليجيات، سواء كان العربيات، من كل الجنسيات. شو اللي يميز شيخة البدر عن غيرها من الفنانات الموجودات في الساحة حاليا؟ الحمد لله أنا يعني أنتظم في مواعيدي، في حفظي، في أدائي، أحاول كثير ما أقدر أتحكى اللهجة الكويتية عدلة عشان أني أنا أقدر أشتغل وأكون موجودة في السوق، والحمد لله أكو فرص. طيب دام أنت من أصول أردنية، ليش ما جربت أن أنت تخوضين تجربة أردنية بحتة، سواء كانت بدوية مثلا ولا كانت درامية عادية حديثة؟ اشتغلت عمل مسلسل أصعب قرار، وهو مسلسل سعودي فيه جنسيات مختلفة، وسويت شخصية أردنية. كأعمال بدوية انعرض علي مسلسل عين الهقاوي في 2014، وكنت بكون موجودة فيه كبطولة، بس للأسف الوالدة الله يرحمها توفت واعتذرت عن العمل. وبعديها يعني مو إن ما ياتني فرص، ياتني بعض الفرص، بس إن يعني ما صارت الفرصة إني أنا أسافر الأردن. شيخة تذكريني عيد ميلاد اللي سويتيه والاحتفال الكبير واللي سوى ضجة بالسوشيال ميديا؟ صحيح. نعم، في ناس قالوا هذا كان عبارة عن هدية لي شيخ البدر، وصارت في ضجة وإشاعات وكلام كثير، وإن في صرف فلوس أكثر من اللازم، وكان عبارة عن شو إعلامي لا أكثر ولا أقل.
شوفي هو مو كشو إعلامي، أنا كنت حابة أحتفل برفيجاتي المقربات لي، يعني تقريبا 20 بنية كانت موجودة، منهم من السوشيال ميديا، منهم من فنانات، منهم من إعلاميات المقربين لي حيل، واحتفلت في برج العرب. الكل قال شلون ليش تحتفلين غالي برج العرب؟ قلت يوم تكون طاولة محفوفة بشخصيات معينة مو وايد، يعني مو ما كان شو إعلامي نهائيا. أنا ما فكرت في الشو الإعلامي، بس كانت عندي رفيجتي من برنامج الناقد وصورت ونزلت، فالكل قالوا إنه هذا كشو إعلامي، ها أنت يمكن مسوية دعاية. قلت برج العرب ما يحتاج إلى دعاية عشان أنا أسوي له دعاية. ما حسيت إن الحين في السوشيال ميديا سالفة الزواجات اللي بالمرة وبالمرتين، الاحتفالات اللي مناسبات عادية، يعني صارت فعلا هي إضافة حق الفنان نفسه أو المشهور نفسه؟ شوفي هو في بعض المشاهير أو بعض الأشخاص بالسوشيال ميديا يحاولون يخترقون المشكلة أو يخترقون شو جديد عشان يزيد من شهرتهم أكثر. أنا إنسانة مبتعدة عن هالشيء، يمكن أول مرة في حياتي أحتفل في عيد ميلادي وسوى ضجة، لأني أنا ما أحب هالسوالف. يعني أنا مثلا لا أضارب يا صابرين، يا وهني السوشيال ميديا تنتشر فيها، وهني أنا ما فكرتي فيها تنطلبين أكثر في المسلسلات ممكن؟ الحمد لله بما أني أنا مطلوبة ما أدور أني أنطلب أكثر، بس الجمهور عاوز كده. إيش نسوي؟ أنا الحمد لله موجودة بطبيعتي، أحب أني أنا أكون بطبيعة شيخة، ما عندي مشاكل، ما عندي عداوات ويا أحد، أحب الكل، الكل يحبني. ممكن أنا اليوم أول يوم ألتقي فيك، بالعكس وإنسانة جدا ظريفة وإنسانة حبوبة، فما أحب أي مشاكل مع أي فنانة أو أي إعلامي أو ولا أي باتفاق؟ ما فهم بالاتفاق ان احنا نتفق انا ويا شيخه ان احنا نسوي ضجه فيه، وان احنا نسوي مشكله ونخليها تنتشر عبر السوشيال ميديا، لانهم ينتظرون الامانه، ينتظرون المشاكل في وايد، فننتشر وبنفس الطريقه هذه تينا اعلانات اكثر، تينا مسلسلات اكثر، ولا ايش رايك؟ والله شوفي مو شرط، يعني في فنانات يسوون هالشيء، وينهم عن المسلسلات من غير ذكر اسماء؟ ايش كثر يسوون مشاكل والشو وا وا وا، وينهم؟ بالعكس فكرتي تشترين فولوورز بالانستغرام والسناب شات؟ لا. يهتمون المنتجين بهالامور ولا لا؟ ممكن بعض المنتجين يهتمون في هالامور، بس البعض الثاني يفكر كفنان شنو قدم، شنو سوى، شنو اداءه، شنو سمعته هو كفنان، انه هو منتظم في وقته، في حضوره، في حفظه، في اداءه. بس شيخي يعني ترى احنا يعني في زمن ما نبي ندعي المثالية ونحن ناس بيرفكت في كل الأمور وأخلاقياتنا عالية وما شاء الله ما عليك زود من هالكلام، لكن خلينا نكون واقعيين أكثر. المنتجين يشوفون اللي عندهم فولوورز، خلينا نكون واقعيين، يشوفون الناس اللي مسوين ضجة في السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا صار حيل مهم في هالأمور. صحيح في بعض المنتجين يشوفون هالشيء، في بعض المنتجين لا، مو الكل صابعك مو سوى، يعني في بعضهم وايد يدورون، حتى ممكن تكون هي مو فنانه، هي في السوشيال ميديا بس عندها مليون ومليونين، يجيبها يخليها فنانه. ضد الفنانات اللي يدد ودخلات الفن؟ مو ضدها اذا هي موهوبه، يعني انا انسانه مو دارسه الفن، انا دارسه القانون، بس انا اعشق الفن، انا موهوبه، فاعتبر فني موهبه. نعم، طيب نرجع الى المسلسلات. مسلسل خيانة وطن، مسلسل نوعا ما سياسي وفي له يعني بوب وايد يمكن متفرعة لكن تصب في السياسة. صحيح. حصلت تهديدات من بعد مشاركتك في هالعمل؟ اي نعم، حصلت تهديد مرة على تويتر، وكلمت الجهات المختصة في هالأمور عندنا في الإمارات، وكلمت الدكتور حبيب غلوم، بعدها ما أدري على الموضوع شنو صار، يعني بعدها ما حد قام يدش علي يهددني. نعم، تفكرين تدخلين في هذا النوع من الأعمال اللي ممكن تكون في وراها أمور سياسية تهدد حياتك بالخطر، ممكن عائلتك، يمكن ناس قراب منك؟ شوفي احنا كممثل انا اقدم عمل، انا التهديد ما يعني ما اثر فيني، بالعكس يعني الحمد لله احنا في الامارات مسيطرين على هالامور، بالعكس واذا يعني عمل نفس هالشيء اتمنى، لانه عمل يعني ما اقدر اقول ايش كثر حصل ضجه في الامارات او صحيح. في الوطن العربي. شيخه اكيد انت دامج في وسط كبير، خلينا نقول هو وسط مثل البحر، في الحيتان وفي الهوامير وفي السمك الحتت الصغيره. انا من هالسمك. طيب عانيتي من غدر، خذلان، انكسار، هذا وسط صعب مو اي حد يقدر يتوالم معه. صحيح احنا وسطنا وايد صعب، وايد في شلاليه، وايد في يعني امور تخلي البني ادم وايد يتعب لين يوصل، بس مثل ما يقولون انا ابتديت من كومبارس الحمد لله للحين اخذ ادوار رئيسيه. ما تفتشلين لما تقولي انا كنت كومبارس؟ لا فيها اي احراج؟ بالعكس بالعكس، انا افتخر ان اول عمل اشتغلته يا استاذه حياه الفهد، وكان دوري سجينه يعني في السجن.
يعني دور يمكن 9 مشاهد. اعتز في هالشيء، اعتز اني وقفت قدام ام سوزان، اوجه لها تحيه طبعا، وبعديها الحمد لله كان الحين مثل ما يقولون ستيب باي ستيب. نعم، يعني ساعدتي الدرج الفني خطوه خطوه. اي نعم، ودري يدري على قولتنا احنا كل بحرين. صحيح. كل التوفيق لك شيخ البدر، اليوم نورتينا في الصميم، واكيد ان شاء الله لنا لقاءات اخرى. حبيبتي مشكوره، وانا جدا سعيده وتشرفت فيك. حياك.